السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشوف ازاي نرسم قبة وازاي في القبة ديت نعمل اوبننج. طيب خليني مثلا اقول له ان انا عايز ابدأ كومبوننت موديل ان بليس، واختار نوعها مثلا وول او روف. تقدر تغيرها في اي وقت، اغيرها منين؟ الكاتيجوري اللي انا شغال عليها، هتيجي هنا وتغير الكاتيجوري اللي انت عايزها. طيب دلوقتي هجي هنا على الليفيشن، خلينا نجي مثلا على ليفل 1 واقول له ان انا عندي هنا ريفرنس اللي نشتغل عليه اهوت. وده هديله اسم مثلا 1، وده هديله اسم 2 اهوت. طيب وهاجي هنا اقول له كرييت، وهقول له ان انا عايز ارسم الفولف. اوكي، وهبدا ارسم الشكل اللي انا عايزه. خليني اقول له مثلا ان انا هرسم على الرفرنس بلان 2، هبدا ارسم الشكل بتاعي. القوس بتاعي هوبت، وبعد كده لاين، وبعد كده ممكن ارسم، ممكن اعمل اوفست مثلا 200 بالشكل دوت، واقول له تريم. بيقول الاكس، الاكس اهوت بقى معايا بالشكل ده. طيب لو انا عايز اعمل اي اوبننج، ممكن تيجي تقول له من كرييت، تقول له انا عايز بويت، وتقول له مثلا انا عايز ارسم على الريفرنس دوت، واي حاجه ترسمها بويت بالشكل دوت. هتحدد الاكستريشن بتاعك قد ايه. تمام، خلينا نشوف في 3D. ويتقول له فينيش، هيعمل لك الشكل بتاعك اهوت. وفي الاوبننج، طب الاوبننج ده ممكن نخليها بشكل اخر، او ممكن بدل الشكل اللي بترسمه على طول كده، ممكن تعمل ريفولف. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز مثلا ارسم حاجة ريفولف، وتبدأ ترسم حاجة تقطع الشكل دوت. تمام، خليها بويت. ممكن خلينا مثلا نسمع الرفرنس واحد. ممكن لا، حتى لو رسمتها سوليد تيجي تغيرها من هنا لبويت، وتبدأ بقى ترسم الشكل اللي انت عايزه اهوت، وتحدد الاكس بتاعك، وتقول له اوكي، هيطلع لك بالشكل دوت. تعال نشوف التستر دي. تقدر ترسم اكتر بشكل، كل واحد فيهم يقطع بشكل معين في القبه دي.